مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو فراكس إيثر؟ ما هي ميزات فراكس إيثر؟ ما هو فراكس إيثر؟ فراكس إيثر عبارة عن مشتق من الإيثريوم، تم تصميمه للاستفادة بشكل فريد من نظام فراكس فاينانس البي إي لزيادة العائد إلى الحد الأقصى وتسهيل عملية ستيكينج لكسب الفائدة والأمان على الإيثريوم. ما هي ميزات فراكس إيثر؟ تعمل فراكس إيثر كعملة مستقرة مرتبطة بشكل غير محكم بالإيثريوم، مستفيدة من كتاب قواعد اللعبة الفائز في فراكس على العملات المستقرة وإدخال الإيثريوم في نظام فراكس البي إي. إس فراكس إيثريوم هو إصدار فراكس إيثريوم الذي يراكم عائد التخزين. يتم توزيع جميع الأرباح الناتجة عن المصادقات على حاملي إس فراكس إيثريوم. من خلال استبدال فراكس إيثريوم يصبح المرء مؤهلا للحصول على عائد، والذي يتم استرداده عند تحويل إس فراكس إيثريوم مرة أخرى إلى فراكس إيثريوم. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.